الموصل حقيقة تعبر عن مأساة وطن، مأساة وطن تم احتلاله وإعادة إنتاجه على أسس طائفية. الموصل هي مأساة التهميش حقيقة، واللي تعرضت لها كثير من المناطق، بالذات الموصل في هذا الأمر. مأساة الموصل هي مأساة حرب عالمية، حرب كونية على الإرهاب، ومأساة الموصل تعبر عن أقصى درجات القساوة حقيقة، وعدم الانتباه وأخذ بالعين الاعتبار الحالة الإنسانية الموجودة في الموصل، خاصة المدنيين في هذا الأمر. وباعتقادي أثناء اجتياح الموصل وأثناء تحرير الموصل، سميه ما شئت بهذا الجانب، كان التغطية الإعلامية قليلة بهذا الأمر، و يعني كثير من الناس لم يعلموا ماذا كان يجري في تلك الفترة، وبالتالي القوة المستخدمة في حقيقة تحت مسميات مكافحة الإرهاب. الآن عما وانتهى عملية تحرير الموصل، وانتهت داعش في العراق إلى حد ما، بتحدث جغرافيا، فباعتقادي لا يوجد هنالك عذر لا للدولة العراقية ولا للحكومة العراقية ولا حتى للمجتمع الدولي في الاستمرار في تجاهل مأساة الموصل، واللي هي في نهاية المطاف إذا ما استمرت هذه الأمور، باعتقادي هذه الظروف قد تؤسس إلى ظروف شبيهة بالظروف اللي بدأت في الأمور في العراق وظهور داعش عام 2014. نعم، في بهذا الجانب، بهذا الاتجاه. لذلك باعتقادي الموصل تحديدا والمناطق التي تضررت، لابد أن يكون هنالك اهتمام من الدولة العراقية واهتمام عالمي.